ثم انت شايفين هذا فندق جريس اللي في منطقة العرب، تعديلات والحين كمان سووا ريسبشن ثاني. هذا ريسبشن مؤقت لما يسوون تصليحات، تصليحات ترتيبات فيه. شوفوا القسم الاولي هذا كامل صيانة، الحين خلاص اتكنسل، اتكنسل الاوتيل خلاص. سألتهم فندق ريس خلاص كنسل، ما في غير كوفي شوب. يا مرحبا بكم، حياكم الله. هذا يمدحونه مطعم، مطعم سبأ، والله ما قد جيته بس يمدحونه وايد. هذا كله محلات عود، طبعا هذه المنطقة العربية في شو اسمه بانكوك، قدام مطعم الغواص، كافيه شيشة هناك. شوفوا الحين كيف منطقة العرب، هذا مطعم دبي طبعا رمضان. ايه شكرا. الحين فاضي، يعني الشارع فاضي رمضان الحين، يخبرون العرب ما مش موجودين، متوفرين وايد يعني كلهم في بلادهم. في عرب مش انه ما في، شفت والله امس كان شويه زحمه، اليوم الجو هادي بس مش الكثره اللي انتم متوقعينها يعني. شفت والله عوائل شباب، شفت وايد في مطعم هذا شو اسمه ناديه كرك هناك، هذا صوب مطعم السده اللي عارف المكان. هذا بعد 7 ايام لاحظوا الفيديو هذا اللي صورته اليوم الحين، زين بعد 7 ايام 10 ايام قريب العيد شوفوا العالم، هم لا اله الا الله يعني على العيد العالم بتهيب. في كم من عائلة شباب داخل صوب خمس ستة وانت رايح هناك على الشارع. حياكم الله، مع السلامة. هذا اللي اقول لكم عنه، مطعم نادية وشاورما محمود.